أجواء الماتش كانت صعبة جدا جدا جدا، كان علينا ضغط جامد جدا. النهارده فعلا لعيبه كده جدا، وعلى فكره مش النهارده بس، يعني هو من اول ما بدانا المعسكر وفتره الاعداد، والحمد لله ربنا فعلا يعني حاسس ان هو كفينا باللي احنا كنا ماشيين فيه. الفتره دي مع اصابه مودي وعدم وجود وسام، اللعيبه دي تاثر في اي حد طبعا، مع يحيى ومع سيف، فطبعا الموضوع مش سهل خالص ان احنا نفضل كاتفين، لكن ده ونادي الزمالك الحمد لله مكسب بطوله مهمه في اول موسم وصعبه. اتمنى ان احنا ان شاء الله نفضل ماشيين بنفس التركيز ونفس الاهداف نحاول نحققها. اللي جاي طبعا هيبقى اصعب بكتير، عندنا شهر طبعا صعب جدا، لكن باذن الله رب ان شاء الله ربنا يكون موفق باذن الله. البطوله قبل ايام من البطوله العربيه اللي هي نسختها السنه دي اهم نسخه، لان هي مؤهله لكاس العالم وامل جديد وفرصه جديده للزمالك ان هو يتواجد في كاس العالم. اكيد طبعا اي بطوله بنخشها بيبقى عندنا حافز، لكن البطوله دي اللي جايه هتبقى مؤهله لكاس العالم ان شاء الله السوبر جلوب، ف يعني نتمنى ان احنا ان شاء الله نوصل للسوبر جلوب، ويبقى بطوله صعبه جدا في تونس، لكن هنبتدي بقى نركز من اول بقى من بكره، نحتفل شويه النهارده ونركز من بكره ان شاء الله على اللي احنا رايحين له. البطوله تبقى صعبه جدا، بس ان شاء الله هنعمل نقدر نعمل اللي علينا في الملعب، وان شاء الله باذن الله خير يعني ان شاء الله. حابب تقول ايه للجمهور بقى في بدايه طبعا الموسم؟ يعني شكرا على ثقتكم فينا، واتمنى ان تفضل ثقتكم فينا دايما وما نحاولش نهزها في يوم من الايام. والله هو انا الحمد لله على هي دي مش اول بطوله، دي تاني بطوله بعد كاس الكويس اللي اول بطوله محليه طبعا، بس ان شاء الله ما تكونش الاخيره. وطبعا يعني الناس تمشي زي كابتن يحيى الدرع او سيف، لا اكيد طبعا بيتفرقوا طبعا كتير، بس يعني احنا اتفقنا ان شاء الله دي بطوله مختلفه، دي احنا خلاص احنا اللي هنكمل السيزون مع بعضينا، فاحنا لازم نبقى ايد واحده مع بعض، ناقصين او كاملين او في نواقص او فاحنا متفقين ان شاء الله يعني ال 60 دقيقه اللي بنلعبهم في اي ماتش هي ماتشات بطولات، فالحمد لله وان شاء الله مش اخر بطوله. والله الحمد لله احنا يعني ظل الغيابات اللي موجوده معانا السنه دي، يعني يحيى وسيف ومودي اللعيبه يعني كلها مقصره معانا جدا، مش عارف اقول ايه يعني فرقه الزمالك زي ما بيقولوا هي الفرقه، هي الاساس، بيروح عنها نجوم كبيره وبيجي نجوم تانيين، بتروح النجوم التانيين وبيجي غيرهم، هي الفرقه هي اللي بتبقى مسيطره، فربنا يكرم كده بطوله اول بطوله في السيزون، فانا واحد مبسوط لان انا يعني السنه اللي فاتت ما كانش ليا دور كبير قوي في اللعب، بس السنه دي يعني اول ما الواحد لقى ليه دور الحمد لله يعني اثبت للناس كلها ان هو يقدر يدي ويقدر يكمل يعني الحمد لله. شايف ان ده توفيق من ربنا، هو الواحد بيخلص في عمله وبيخلص في مجهوده ونيته ربنا هو اللي بيكرم. بص احنا طبعا في الاول كان في بعض التخوف شويه ان احنا يعني فقدنا كذا عنصر مهم، بس احنا طبعا زي ما انت عارفه لعيبه خبره، ومعظم الفرقه لعيبه خبره ولعبت منتخبات قبل كده، فالحمد لله قدرنا ان احنا من اول الماتش احنا ليدنج تقريبا من اول الماتش، وقدرنا نحافظ على كده بسبب خبره اللعيبه، وان احنا بص يعني النادي الاهلي تقريبا اجهز مننا، ان هو تقريبا المدرب ما اتغيرش، دعم بعناصر معسكرات بره، بس زي ما قلت لك في الاخر وفي الاول هي لعبه جماعيه، الحمد لله احنا مذاكرين كويس، اي حد بينزل بيعمل اللي عليه، وتوفيق ربنا كان معانا الحمد لله، وقدرنا احنا نكسب ان شاء الله. ربنا يكرمنا، عندنا لسه بطولتين مهمين، بطوله عربيه ومعانا كاس عالم بص طبعا هي البطوله دي كانت بدايه موسم مهمه جدا ليكي حتى نفسيا، احنا الحمد لله رايحين مركزين في البطوله العربيه وبطوله افريقيا، عشان هو شهر تقيل شويه يعتبر من اول 9 لحد نص 10 تقريبا عندك بطولتين، فالحمد لله عندنا واحده ناقص اثنين كمان، ونتمنى ان شاء الله نحافظ على تركيزنا وربنا يكرمنا ويوفقنا في البطولتين الجايين. عندك لاعب جمهور الزمالك بايه تحديدا في البطوله؟ ان شاء الله هنعمل اقصى حاجه عندنا زي الماتش ده، وان شاء الله نقدر نكسب البطوله، وان شاء الله نكسب البطوله.